ناقش الأمين العام لمجلس محافظة صلاح الدين خالد الخزرجي خلال زيارته لمجلس شيوخ الدجيل الملف الأمني، مثمنا الدور المتميز الذي أداه المجلس في إعادة النازحين إلى مناطقهم بالتعاون مع المجلس والقوات الأمنية في القضاء. كان لنا زيارة إلى مجلس شيوخ قضاء الدجيل، التقينا بالسيد رئيس مجلس القضاء الشيخ حسن إبراهيم الحمزة وبالسادة الشيوخ ووجهاء قضاء الدجيل. كان الاجتماع مثمر، تكلمنا فيما يخص الأمن وقلنا لكم الدور الكبير في المحافظة على الأمن والاستقرار والنصر على عصابات داعش، واليوم لكم دور كبير في تقريب وجهات النظر وحل أغلب المشاكل فيما يخص عودة النازحين، فيما يخص المشاكل العشائرية الموجودة. وحقيقة كان لهم دور كبير مجلس شيوخ الدجيل، ونتقدم باسم حكومة صلاح الدين المحلية بالشكر والتقدير لهذا المجلس الذي كان وما يزال يعمل ليل نهار من أجل حل جميع المشاكل العشائرية، وكذلك مساندة القوات الأمنية في أي طارئ يحدث. وبالتالي هم أعمدة القوم وحكماء القوم في قضاء الدجيل، وإن شاء الله سنكون لهم سند وعون وسندعمهم بما يحتاج هذا المجلس في أي شيء. وكان اجتماع مثمر واجتماع ناجح بامتياز، استمعنا إلى بعض المشاكل والحلول.